أيضا طيور الحب. بالنسبة لطيور الحب والكناري والبلاوي بالشتاء ضروري يجيسهم الشمس حتى بالصيف يعني، لكن الكناري وطيور الحب أهم باعتبارهم يفرخون، والأنثى والذكر إذا يبيضون يحتاجون الشمس ضرورية لهم، يعني مخليهم بهذا المكان إذا صارت الشمس من الساعة 11 للعصر يجيسهم الشمس تمر عليهم. وكثير من الأخوان يعانون من قلة تفريخ لطيور الحب. طيور الحب أنا أشوفهم كثيرين للإنتاج يعني، حتى أخوي من خلاهم بهذا المكان شوفهم قفص كبير، هو عنده بس زوجين، وإذا تلاحظون البياضات واحدة اثنين ثلاثة أربعة وفوق اثنين مخليهم للاحتياط، لأن أنا قلت لكم مرة طيور الحب إذا بقوا يفرخون يتعاركون على بيوت وذواقين ويتقاتلون. إذا أنثى بيضة عندها فراخ، الأنثى الثانية يعجبها البيض تهجم تقتل البيض وتهاجمهم. وأحد الأخوة سألني ممكن يضع الكروان ويا طيور الحب؟ إيه عادي، لأن كروان مسالم ما يهجم على طيور الحب، بنفس الوقت يدافع عن نفسه إذا واحد هجم عليه، فمو مشكلة، أهم شيء القفص كبير يكون. أعتقد هذيك الصفرة مبيضة لأن صار لهم فترة يتزاوجون أسبوع أو 10 أيام، وبالنسبة للبيض ماكو فترة محددة إذا تزاوجوا يبيضون، بعض الأنثى ورا أسبوع تبيض، وكو تتزاوج أسبوع أسبوعين شهر تطول حسب يعني جاهزيتها وغذائها الصحي وراحتها تبيض. هذا كل ما حبيت أنقل لكم اليوم، ونلتقي إياكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.